بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر، باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه الجماعة. وقد احتج به من لم يرى أن يحكم الحاكم بعلمه. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله تعالى: إن قلنا باب إن، وإن قلنا باب، إن قلنا باب أن، إن قلنا باب تكون إن، فيبدو أنها فباب أن حكمة، ولا باب إن تكون استنافية، لأن باب تصير، فإن كانت منونة باب تصير إن، وإن كانت مضافة تقول باب أن. واضح؟ فقال باب إن حكم، أو باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا. معنى هذا أن القاضي إذا حكم الحكم والمدعي يعلم أنه مبطل، المدعي يعلم أنه ليس له حق والقاضي حكم له، لماذا حكم له؟ لأنه أتى ببينة والمدعى عليه لم يستطع أن يعني يجرح في البينة أو يأتي بخلافها، فالقاضي بشر، فالقاضي بشر، فحكم له بموجب ما تبين له، فالحكم في الظاهر للمدعي لكن في الباطن لا. ولهذا الشيخ يقول: حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا، بمعنى أن المدعي إذا حكم له القاضي وهو غير محق فإنه لا يجوز له ولا يحل له هذا الذي أخذه، لأنه يعلم أنه مبطل، ولكنه استطاع أن يأتي بشهود زور أو يأتي ببينات كاذبة، ولكن القاضي لم يتبين له خلافها، والمدعى عليه لم يستطع أن يثبت يعني أو أن يقدح في هذه البينات، فالحاكم حكم. فحكم الحاكم ينفذ ظاهرا، ويلزم المدعى عليه مثلا بالتسليم الحق، بينما في الباطن لا ينفذ، ويكون المدعي الذي أخذ هذا الحق في الباطن يبقى الحق في حقه حراما، ويبقى آثما، ويبقى أكل الحرام. هذا معنى حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا، ينفذ ظاهرا لا باطنا.
ثم ورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا ظاهر جدا وفيه فوائد كبيرة هذا الحديث، طبعا الحديث في رواه الجماعة في الصحيحين وفي غيرهما، وله طبعا ألفاظ: فليأخذ أودعها، فليأخذ أولادها أو ليتركها، وفي في في ألفاظ قد نأتي على بعضها في أثناء الكلام على الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، بمعنى أنه لا يعلم الغيب، ولو شاء الله أن يطلعه على الحق لأطلعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو لنا قدوة، فهو لأنه رحمه الله عليه الصلاة والسلام سوف ينتقل للرفيق الأعلى، فهو يقضي على نحو مما يسمع، ولم يقضي بالنبوة، يعني لم يقضي بالوحي، ولو شاء الله لوحى إليه قال هذا 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 هو صاحب الحق وهذا هو المبطل، لكن لا، في القضاء هو بشر. ولهذا أيضا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بمعنى أنه بشر، بمعنى أنه ينسى، بمعنى أنه ينام، بمعنى أنه يمرض صلى الله عليه وسلم، وبشر لكنه نبي لا شك ومعصوم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بل سيد الخلائق كلها، لكنه بشر، فقال إنما أنا بشر. والبشر يطلق على الفرد ويطلق على المجموع، البشر يطلق على الفرد وعلى المجموع، والمقصود أنه مشارك، محمد صلى الله عليه وسلم مشارك للبشرية في أصل الخلقة، وإن كان له مزايا النبوة والقرب من الله عز وجل ومعلوم خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر من حيث أنه ينسى، ومن حيث أنه يمرض، ومن حيث أنه ينام، ومن حيث أنه يعني ما لم يطلع الله عليه الغيب فإنه بشر. فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، بمعنى تجري الخصومة بينكم وترتفعون إلي ليحكم بينكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وهذا معروف، الخصوم والناس يختلفون في قدرتهم على البيان وعلى البلاغة وعلى الفهلوة كما يقال، وعلى يعني حسن البيان وحسن الكلام وترديد الكلام والمعرفة بالمداخل والمخارج، بل حتى أحيانا قد يكون يعني بعض الخصوم من شدة ذكائه حتى يعرف طبيعة القاضي، القاضي ماذا يريد وماذا وما هو توجهه، وما إذا كان يعني إذا كان القاضي عفيفا، إذا كان غير عفيف، إذا كان ذكيا، كان غير ذكي، إذا كان بليغا، إذا كان متدينا، إذا يعرف بعض الناس عندهم يعني طرق ملتوية، وبعضهم أشد من بعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم ألحن بمعنى أبلغ، ولهذا بعض الروايات أبلغ، في بعض الروايات البخاري أيضا، وأن يكون أبلغ يعني أقدر على بيان مراده من صاحبه. واللحن طبعا بمعنى هنا بمعنى أفطن، أكثر فطانة، والأصل اللحن هو الميل، ولتعرف أنهم في لحن القول، بمعنى قد يكون ببلاغته أو بلي ألسنتهم إلى آخره، أو أفصح، الحن يعني أفصح أو أفطن، إذا كان أفطن في تتعلق بالفكر والذكاء، وكان أفصح تتعلق باللسان والمنطق. طبعا لا شك أن قول النبي
صلى الله عليه وسلم هنا يفيد ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني وهو كاذب، يعني أحكم له وهو استطاع أن يعني يقدم أشياء لم يستطع أن يرد عليها صاحبه، بينما هو في حقيقته يعلم أنه كاذب، ولهذا قال إنما أقتل له قطعة من النار. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني من الآخر، فأقضي بنحو مما أسمع. هذا هو البشرية، هذا هو الجانب البشري في جنابه صلى الله عليه وسلم، فأنا أقضي على نحو ما أسمع، ولا أقضي بوحي ولا بإطلاع من الله عز وجل، إنما أقضي بمقتضى بشريتي. لماذا؟ لأني أشرع لكم. مقام التشريع هنا بمعنى يرسم طريقا للقضاء، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إمام حاكم سلطان وقاضي ومفتي وكل الوظائف بيده عز وجل، كل وظائف الإمام والقيادة بيده عز وجل، ففيها وهنا هي وظيفة القضاء قاضي، فيقول عز وجل أقضي بنحو مما أسمع، يعني أسمع منكم وبقدر ما يأتي كل طرف ويدلي بحجته بما يظهر لي أحكم. وهذا هو شأن القضاة، فالقضاة الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم لهم منهجا، وهنا جاءت البشرية، لأنه لو كان يحكم بحكم النبوة القضاة ليسوا أنبياء والعلماء ليسوا أنبياء، إنما يحكم بحكم بشرية حتى القضية تأسى به. فأقضي بنحو مما أسمعه من الأطراف، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، يعني حتى لاحظ التعبير النبوي حق أخيه، يعني حاول أن يعني وهذا ينبغي القاضي أن يقرب فيما بين النفوس قدر الإمكان، يعني عادة الخصوم يأتون ومشحونون وبينهم يعني شحن وبينهم يعني شيء في أنفسهم، فحينما القاضي يحاول أنه يهدي أمورهم ويبين أن البقية أن الباقي هو الأخوة، أما أمور الدنيا والأموال هذه كلها تزول، وإن الذي يبقى هو القلوب وسلامة القلوب. ولهذا يعني ولما نتكلم قليلا عن قضية القلوب وقضية النزاعات، وهو أنه ينبغي على العقلاء والعلماء وأصحاب الرأي والفكر وأيضا أصحاب القيادات في المجتمع أن يحرصوا على القلوب، على قلوب الناس، وأن تربى الناس أن تقدم الشأن القلبي على الشأن المادي، ولهذا كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. ولو أن الناس سلكوا هذا المسلك لعاشوا في أمان وطمأنينة وراحة، وذهب كل منهم إلى فراشه ووضع رأسه على مخدته ونام. أما إذا كانت القلوب مشحونة ومليئة وطول الليل وهو يفكر في كيف يفعل في صاحبه وكيف ينتقم من صاحبه وكيف يأخذ، هذا 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 مشغلة لا لنفسه ولا لأمته. بينما الاهتمام بالقلوب والاهتمام بصفاء القلوب والاهتمام ببراز حق الأخوة وأن هذا هو الباقي، أما الدنيا فتذهب وتجيء. نعم لا مانع أن يختلفوا ويتناقشوا ويتحاوروا، لكن يبقى سلامة، يعني أن يجعلوا في خطتهم أن سلامة القلوب مقدمة على كسب الموقف وكسب القضية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حق أخيه، يعني ذكرهم بحق الأخوة وحق أن هذا هو الباقي، وأما النزاعات وشحن القلوب وشحن النفوس هذا قبل أن يقتل الآخر يقتل صاحبه،
ويعيش قلقا ويعيش، ولهذا مات أمراض الضغوط النفسية وأمراض السكري وأمراض إلى آخره إلا من من, من 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 هذا الشحن الشديد. مع أن هذا ترى يا إخواني بالتدريب يأتي، يعني سلامة القلوب وحب الآخرين والتحمل والتنازل هذا يأتي بالتدريب. الإنسان عود نفسه أنه يعني يلاحظ حق إخوانه ويلاحظ صحة نفسه ويلاحظ أن المال غاد ورائح وأن الدنيا زائلة، خف عليه كل شيء، بل حرصه على حب إخوانه وعلى جمع الكلمة وعلى سلامة القلوب وصفائها، هذا يعني يجعله على حياة سعيدة ومطمئنة، لأن المال غاد ورائح والمكاسب هذه يعني ليست هي كل شيء. ولهذا قال فمن قضيت له من حق أخيه. ولها ملحظ آخر أيضا أخيه ذكره الحافظ الفتح، يعني جميل حقيقة أنا رأيتها وأنا راجع، ماذا قال؟ قال الأخوة هنا بالمعنى العام، بمعنى سواء كان الخصم مسلما أو ذميا أو كان معاهدا بل حتى ولو كان مرتدا فسمه أخ، لأن معلوم القاضي يجب أن يعدل حتى مع الكفار، وعدل مع المذميين، وعدل مع فيما بين المسلمين، فسمه أخ. فالأخوة هنا ليست فقط أخوة الدين، أخوة الرضاع، أخوة النسب، أخوة الإنسانية البشرية. فهذا ذكر الحافظ الفتح، يعني أنا يعني لفت نظري جدا وقفة الحافظ ابن حجر رحمه الله في عند هذا التفسير. قال هنا الأخوة بالمعنى العام، هذا تعبيره بالضبط، هنا الأخوة بالمعنى العام وليست أخوة الدين، مما يدل أنه لا مانع أن يطلق على الثاني يطلق عليه أخ بالمعنى العام، أخوة بالمعنى العام، فإذا كان بالمعنى العام لا مانع أن يطلق عليه أخ. وهنا قام حق أخيه، فمن قذف له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، طبعا لكان فعلا هو ادعى وهو كاذب والقاضي لم يكتشف كذبه، ولو قضى لك القاضي لا تأخذ. لماذا؟ لأن الشيخ في الترجمة يقول حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا، فولو حكم لك القاضي فهو حرام عليك، وأنت تأكل حراما وتأكل حق أخيك وتأكل مال الناس بالباطل ولو حكم القاضي، فحكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، إنما هو قضى على نحو ما سمع، ما تبين له البينات والشهود أو من عجز الطرف الآخر يثبت شيء فحكم. قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، بمعنى أنه حرام عليه يأكل سحتا. ثم قال الشيخ وقد احتج به بل لم يرى أن يحكم الحاكم بعلمه، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص، هل يقضي القاضي بعلمه أو لا، سيأتي إن شاء الله. بمعنى أن القاضي مثلا تنازعت على الأرض والقاضي يعرف أن هذه لك بحكم، يعني لأنه من ابن البلد وعارف البلد وعارف الناس وهم ما هو بعيد وعارف التملكات ويعرف أن هذه يعني له، لكن ما يحكم بعلمه. وسوف يتكلم على هذا كلام طويلا في باب إن شاء الله قريب، بعد بابين تقريبا. والحديث هذا كما قلت لكم فيه فوائد عجيبة، أولا تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخاصم بالباطل، ومع الأسف أن هذا كثير، الناس كثير يتجرؤون ويعني يتداعون ويترفعون للقضاء وهو يعلم أنه مبطل، وهذا لا يجوز، فهو آثم. فمن خاصم بالباطل فهو آثم، وإن حكم له القاضي في الظاهر فهو في الباطن حرام عليه. أيضا أن من تحايل على الشرع وتحايل على يأكل حق الناس واستطاع أن ينجح في حيلته، حيلة لا تحل له الحرام،
بعض الناس كما قلنا عندهم يعني ذكاء وعندهم ألوان من الحيل وعندهم ألوان من 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 الطرق الملتوية والتي يخدعون بها الآخرين ويأخذون ما ليس لهم بحق. فمن احتال لأمر باطل فإنه لا يحل واستطاع أن يناله وأن يكسبه فهو لا يحل له. والثالث من فوائد الحديث أنه أن القاضي هو الحاكم إذا اجتهد فأخطأ أنه لا شيء عليه ولا يأثم بل له أجر وإن أصاب له أجران. والقاضي بشر يعني أن يكون حكم لك وأنه استطاع أن تضلل كما يقال العدالة ممكن الواحد يضلل العدالة أنهم بشر إما تأتي بيبين فاجرة ولا بشهادة زور وإما بأوراق مزورة ولا بأشياء. والقاضي لا ليس دائما يكتشف أخطاء الناس أو الحاكم. فإذا اجتهد القاضي وحكم وإن كان حكمه غير صحيح فإنه لا يأثم بل مأجور بعدما أنه بذل وسعه وبذل اجتهاده في سبيله ثم أخطأ فإنه مأجور. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان يقضي بما يظهر له ما لم يزل عليه طبعا وحي فهو يقضي في الظاهر. ولذلك إنما أنا بشر. أما إذا نزل وحي هذا شيء آخر. كما قلنا القاضي إذا أو الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فإنه يلحق إثم. وأيضا الحاكم أو القاضي إذا قضى بشهادة زور مثلا وهو لا يدري ما اكتشف أنها شهادة زور لا 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 يعتبر القاضي مخطئ ليس ما خطأ هو يعني مسلكه صحيح بمعنى لم يستطع أن يكتشف تزوير المزور لا شاهدا ولا وثيقة ولا فلا يسمى حكمه خطأ. الشيخ يقول هنا الحكم الصادر منه من القاضي يعني عن شهادة زور أو يمين فاجرة لا يسمى خطأ. لماذا؟ لأنه عمل بالشهادة يعني فمسلكه صحيح القاضي أمامه شهادة وأدلى بشهادته وهو لم يكتشف تزويره فإجراء الشيخ صحيح أو إجراء القاضي صحيح فلا يعد خطأ. فهو ما اجتهد اجتهادا خاطئا. وكذلك لو حكم باليمين الفاجرة ولم يكشف أنها فاجرة لو كان هذه كلها تسمى أخطاء كان كل أكثر الأحكام لكن ليس ما خطأ. فإجراءات القاضي صحيحة وحكم بالشهادة صحيح ظاهرا وحكم باليمين التي لم يكتشف أنها فاجرة صحيح. لكن قضية أخرى وكان سيأتي معنا إن شاء الله القاضي يقضي بعلمها أو لا لكن لو كان فعلا الشيخ يعرف أو القاضي يعلم أن هذه الأرض ملك لفلان بعلمه لأنه ابن البلد هو وعارف هذا وقد تكون أيضا تبرثها أهله أهل المدعي مثلا ثم جاءت بينات تشهد بخلاف علمه قال العلماء أنه لا يحكم وإنما ولهذا كثير القضاة إذا جاء مثلا يتنحى قل أنا هذه ما أدخل فيها يقول مثلا رئيسي ورئيس المحكمة وكذا المسؤول يقول أن هذه القضية لا تأتي إليها ولا يحكم لا 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 مع ولا ضد لكن يعلم هو أن القضية يعني مهما أتت بشهود أنا في علمي أن هذه ليست لك لكن ما يحكم له ولا يحكم عليه إنما يتنحى بحيث أنه يأتي قاضي آخر ويضر فيها. فعلى كل حال الحديث هذا يعني فوائده كبيرة جدا ولا تنتهي لكن هذا اللي أسمح به المقام. نعم. الباب الثالث عشر باب ما يذكر في ترجمة الواحد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمره فتعلم كتاب اليهود، وقال: حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. رواه أحمد والبخاري. قال البخاري: قال عمر بن الخطاب وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن: ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: نخبرك بالذي صنع بها. قال: وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال: باب ما يذكر في ترجمة الواحد. أيضا هذه مسائل قضاء، هذه من مسائل القضاء، وهو أن القاضي إذا كان عنده خصم أعجمي لا يعرف لغته يأتي بمترجم، يأتي بمترجم. العلماء يقولون: هل يكفي القاضي أن يحكم بترجمة واحد، أو لابد أن يأتيك البينة أو الشهود؟ هذا الباب، بمعنى ما يذكر في ترجمة الواحد، يعني قبول ترجمة الواحد. إذا كان مثلا المدعي أعجمي كما قلنا، أو حتى كلهم أعاجم، والقاضي في بلد غير لغته واحتاج مترجم، هل يكتفي بمترجم واحد أو مترجمان حتى كالشهادة؟ يعني لأنهم ينقلون ماذا قال هذا الأعجمي، فإذا أخذ بقول واحد المترجم واحد هل يكفي أو لا بد من اثنين حتى لأنها كالشهادة، بحيث يكون اثنين عدلين. يعني هذا هو مسألة هذا الباب، باب ما يذكر في ترجمة الواحد، يعني في قبول ترجمة الواحد أو في الحكم بترجمة الواحد. قال في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فتعلم كتاب اليهود، وقال: حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة مهاجرا طبعا في يهود، واليهود طبعا في يهود عرب، بني قريظة كلهم عرب، وبن نظير وكلهم عرب، بل حتى فيهم قبائل عربية، لكن فيهم أي يتكلمون باللغة العبرية بعضهم، أو السريانية أيضا اللغة عنهما، ولا اليهود عبرية لكن أيضا في السريانية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى أنه فعلا سيتعامل مع هؤلاء، واليهود كما تعلمون أهل مكر، وقد يعني تكلموا بلغتهم بشيء لا يفهمه، فجاء زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان غلاما يعني شابا 17 سنة وكذا وقريب من ذلك. لما قابل قالوا له: يا رسول الله، هذا زيد يحفظ سورا كثيرة، مع أن طبعا الإسلام جديد وعلى المدينة جديد، يعني المسلمون لم يكونوا كثيرين في المدينة أو أول الهجرة، لكن هذا الرجل نبيه زيد رضي الله عنه كان نبيها جدا، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب به لذكائه وحفظه، فقال له: يا رسول الله، هذا غلام، اللي هو زيد يعني، هذا غلام من بني النجار، قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فاستقرأني، يعني طلب، قال استمع، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من زيد أن يقرأ. يقول: فقرأت عليه سورة قاف، فقال لي: تعلم كتاب يهود، يعني لغتهم، فإني ما آمن يهود على كتابي، بمعنى تعلم حتى أعرف ماذا يقولون وماذا يكتبون. فأمره يتعلم لغة غير عربية، لغة عبرية أو سريانية، وفي بعضها وقيل إنه تعلم اللغتين العبرية والسريانية. قال: فتعلمته في نصف شهر، وهذا من ذكائه، 15 يوم وأتقن اللغة، حتى كتبت له إلى يهود، وأيضا أقرأ له الذي كتب إليه، بمعنى أن هذا واحد، وكان الرسول يعتمده،
سواء في فيما يقرأه من كتاب اليهود أو فيما يكتبه نبي اليهود. فكان هو فالشيخ أورد هذا الحديث ليستدل به، لكن الشيخ ما حكم طبعا في الترجمة ما يذكر في ترجمة الواحد، ولم يقول في قبولي. فالشيخ في الترجمة الشيخ المجد بن تيمية ما بت في شيء، وما قال نعم، ما قال يؤخذ بها ولا يؤخذ بها، إنما قال باب ما يذكر، يعني ما، لكن ولم يقل باب ما جاء في قبولي ترجمة الواحد، إنما ما يذكر بمعنى أنه أن هذا محل بحث، أن هذا محل بحث. وفي بعض الروايات أن زيد قال فأخافوا أن يزيدوا علي ويقول فتعلم السريانية، قال له تعلم السريانية، إذن تعلم، ويبدو أنه تعلم كما قال الشراح لعله تعلم اللغتين العبرية والسريانية. والسريانية قليلة طبعا، العبرية موجودة إلى الآن، والسريانية موجودة يقولون أيضا إلى الآن موجودة لكنها قليلة في جهة العراق، شمال العراق أظن في مناطق يتكلمون السريانية لكنهم قليل، موجودة إلى الآن. ثم قال البخاري رحمه الله قال عمر بن الخطاب، طيب هذا أثر آخر، الأول حديث زيد والثاني أثر عن عمر، قال وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن ليس بن عوف بن حاطب، فقال ماذا تقول هذه؟ طبعا امرأة هي زانية يعني حامل من الزنا، ماذا تقول؟ فالشاهد قال ماذا تقول، يعني قد تقول يعني إما غير مفصحة أو غير أو غير اللغة غير مفهومة. فقال عبد الرحمن فقلت نخبرك بالذي صنع بها، أو تخبرك بالذي صنع بها، بمعنى أن عبد الرحمن واحد، عبد الرحمن هو الذي نقل إلى عمر ماذا تقول وهو واحد. فهذا هو الشاهد من الترجمة، هذا ما أقول باب ما يذكر في ترجمة الواحد. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني يبين حتى أحيانا قد يكون التعبير بترجمة يعني ليس بالضرورة أن يكون من لغة أجنبية، وإنما قد يكون بعيدين أو كثيرين فكان ينقل ماذا قالوا، بس يسمى ترجمة، أحيانا التفسير يسمى ترجمة. الشاهد أن 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 الذي بين ابن عباس وبين الناس واحد وهو أبو جمرة، كان ينقل ترجمة بينه وبين الناس، هذا هو الشاهد من كلام الترجمة. الواقع أن عندنا حالان، أن عندنا حالين، حال الإخبار وحال الشهادة. إذا كان يخبر يترجم يكفي واحد، ما هي مشكلة ما دام ثقة وعادل يكفي. إذا كان أخبار أو تفسير أو نقل كلام، إذا كان أحكام قالوا لا يكون اثنين، لأنها بينة أو شهادة لابد يكون اثنين. فلهذا قال كلام العلماء ما كان طريقه الإخبار يكتف فيه بالواحد، وما كان طريقه الشهادة فلابد فيه من استيفاء النصاب. وهذا قد يكون يعني لعله أقرب للرجحان، وإلا الأعادة يعني المألوف كما قالوا يعني الناس لا تتخذ إلا مترجم واحد، الناس لا تتخذ إلا مترجما واحدا، وهذا أغلب الناس، حتى قالوا إن الخلفاء الراشدين لم يتخذوا إلا مترجما واحدا كلهم، يعني صعوبة أن يكون يعني يكون ترجمين كلام أعجمي، إلا إذا يعني صار عند الشيخ التباس أو اشتباه قد يأتي مترجم آخر، أو أن إتقان المترجم اللغة ليس يعني بذاك، فقد يحتاج إلى أكثر مترجم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.